والله الاخ درك نحن المجتمع هذا اللي عدنا اللي عايشين فيه مجتمع يعيش في الاوهام. حبي لروحك حبي بنتك. خمو في طلاق انا نقول خمو في ولادك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يقولك اقلهم مهرا اكثرهم بركه. النهار الاول تطلب غير ربي جاء يجيب لها راجل ويسترها ويستر عليها فهمني ويبني عليها. النهار اللي جاء الراجل تطلب منه لما طلبتوش من ربي سبحانه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه انتر نيوز الالكترونيه. اليوم رانا متواجدين في ساعه الاستقلال من اجل برنامج الشارع السقهراسي الذي سوف نتطرق لموضوع مهم ومهم جدا، وهو موضوع الطلاق وموضوع الخلع الذي انتشر بكثرة داخل العائلات الجزائرية. تابعوا معنا مجريات هذا اللقاء. الأخ الكريم، الموضوع تاعنا يتحدث على ظاهرة الطلاق والخلع التي انتشرت بكثرة داخل الأسر الجزائرية في الآونة الأخيرة. ما هو تفسيرك لانتشار هذه الظاهرة، ولا وش هي السبب اللي خلى هذه الظاهرة تنتشر بكثرة داخل المجتمع والأسرة الجزائرية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه ظاهرة يعني مؤسفة جدا. تولي درني طون هذوما. الظاهرة هذه بون عندها تأثيرات كثيرة وعندها جوانب سلبية ياسر، خاصة على الأطفال. الأطفال هم أكبر فئة متضررة في الناحيتين، سواء من ناحية الأب ولا سواء من ناحية الأم. أنا ما يهمنيش فيهم، هم كبار ربي سهل عليهم. مي قبل ما يخموا في طلاق أنا نقول خموا في أولادكم، أكبر ضحية هم الأطفال. بلا وبلا هذا ظاهرة الطلاق الأسباب تاعها عديدة ومتنوعة. قد تكون اقتصادية، قد يكون عدم تفاهم، قد يكون الاختلاف في السن إذا هو كبير من جي صغارة، ولا العكس. قد يكون أسباب عائلية، يعني فاميلته هو وفاميلته هي ما هوش متفاهمين، يروحوا هما ضحايا. بصح أنا نشوف من وجهة نظري أنا أنه الصبر ما بقاش كبير ما بين لي كوبل. ما بقتش الأم هذيك اللي تهز وتتحمل ضرب الأب كما كانوا أمهاتنا نحن قبل. ما بقتش الأم هذيك اللي تستحمل الجوع وتستحمل الأحفاء والعراء كما نقولوا نحن. في وقتنا هذا خير من وقت اللي فات. وقت اللي فات ما كانش طلاق، وقت هذا المستوى تاع الطلاق طالع. نقول والله المستعان، ونصيحة اللي كوبل جدد سيرتو جدد، قبل ما تخموا في الطلاق خموا في أولادكم. والله سبب المشاكل يعني هي المشاكل الزوجية هي أسباب يعني الطلاق، والسبب تاع المشاكل اللي هو المشاكل العائلية كما نقولوا. ما تبقاش المشكلة بين الرجل والمرأة، يدخلوا العائلات، وأغلبية العائلة الزوج كيدخلوا رواحهم في برشا يعني في عيلة ولدهم. يعني أنا نحب نقولوا يعني نحاولوا يعني الأم ولا الأخت اللي تخمم مع سعادة خوها تحاول إنها تنقص من برشا حوايج، معناتها ما تدخلش روحها في مرت خوها، ربي يهنيهم. حاولوا يعني إنكم الظاهرة هذه نستغنوا عليها شوي في وقتنا هذا. يعني الإنساء يعني الأمهات اللي يتفرجوا فينا، مادام زوجتي ولدك ربي يهنيه، والأخوات ثاني خوك تزوج ربي يهنيه، كيما تحبي لروحك حبي بنت الناس، خلوا مشاكلهم يحلوهم مع بعضهم. هذا هي حبيت نقولها، وربي يهني الناس كل. الزواج صلاحيات وتخلينا على مبادئنا. ثالثا انا نشوف اليوم في الليجان تقريبا اللي ما عندوش كيما نقولوا احنا فكره ولا مش قادر على المسؤوليه ثاني يروح للزواج. ثاني هذه صعيبه بزاف باش كيما نقولوا احنا انسان يحكم فيها ويروح بها للمستقبل. وكاين امور مثلا كيما نقولوا احنا الانسان اللي يتخلى على الدين تاعو، لانه كلش نتاعنا مضبوط بالشرع. حاجه كي ما تكونش عندها شرع وما تكونش عندها كيما نقولوا احنا قيم اخلاقيه ما تكونش عندها ضوابط، احنا في بعد شيطاني. هل ترى ان الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه لها سبب في انتشار هذه الظاهره؟ ما عندها حتى سبب، احنا كيفاش عشنا كيفاش عاش والدينا ما عندهاش حتى سبب. اليوم الانسان يجي مثلا كيما نقولوا احنا باش يبني يولي يشوف الناس كيفاش راهي عايشه، وهذه دخلة في المظاهر ما كانش عندنا في الدين. يقولك الرسول عليه الصلاة والسلام يقولك أقلهم مهرا أكثرهم بركة.
واحد الصحابه وش يقول؟ يقول اذا ابتغينا من غير الاسلام دينا اذلنا الله سبحانه وتعالى، لانه الانسان اذا كان يمشي في طريق صحيح يبني يوصل، اذا كان ما يمشيش في طريق صحيح ما عندوش ضوابط ما يقدرش يوصل وين يحب. المواقع التواصل الاجتماعي لها يد في انتشار هذه الظاهرة؟ عندها دور كبير لعملاته مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الآونة الأخيرة. ولكن علاش قلت الكلش الأول مضبوط بالقرآن الكريم؟ لأنه القرآن الكريم خلق الله سبحانه وتعالى باش يكون دستور في الحياة. إذا كان إنسان ما عندوش مبادئ من القرآن الكريم راح كيما نقولوا احنا ما تكونش عنده ضوابط، اذا ما كانش عنده ضوابط راهو في بعد شيطاني، ما عادش كيما نقولوا احنا يقدر يتحكم في 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 المسيره نتاعو نتاع الحياه، سواء الحياه الزوجيه سواء الحياه العمليه سواء الحياه الاجتماعيه. والله الاخ درك احنا المجتمع هذا اللي عدنا اللي عايشين فيه مجتمع يعيش في الاوهام، ومكة الشبعه تاع البانيتك فهمني، الشبعه تاع البانيت تاع داري وحدي هذيا كيما نقولوا احنا، هي ما تعرف تدير حد شيء تقول لك داري وحدي يكري بيا لا ما نسكنش مع والديك، راك فاهمني وماك فاهمني؟ ما فهمنا حد شيء يا خويا، والله ما فهمنا حد شيء يا خويا، ما لقينا لها حتى حل. هل الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه لها سبب ولا لها شغل يد في انتشار هذه الظاهره؟ ما عندها حتى سبب اخوي. شوف المجتمع تاعنا درك النهار الاول تطلب غير ربي جاء يجيب لها راجل ويسترها ويستر عليها فهمني، يبني عليها. النهار اللي جاء الراجل تطلب منه اللي ما طلبتوش من ربي سبحانه، دير لي اعمل لي روح ينصر له غالب اكتفاء مجتمع وزي، والله غالب الشعب ياكل من بعضاه واللي تدخل في حوايج اخرى هو مية وما نعرفوش شيء. لا 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 ما عندناش نحن الامور هذه.